برحب يا عبد الرحمن زينو، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل لمكافحة السرطان. يعطيك العافية، أنت معنا من غازي عنتاب. يسعد صباحك يا رب. مشتاق، صباحكم اهلا وسهلا فيكم وكل المستمعين والمشاهدين الكرام. يعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية. أكيد نشكر كل المشاريع اللي قامت تقوم بها جمعية الأمل، سواء السرطان أو حتى هذا الموضوع اللي راح نحكي فيه، هو موضوع محاربة الأمراض، موضوع العين وأيضا العمى. بالنسبة لهي العيادة، هل هي محددة بوقت زمني يعني مشروع ستنتهي ولا لا هي لفترة طويلة نقدر نقول؟ طبعا احنا اولا هو من خلال عملنا في المخيمات، من خلال اطلاق حملات سابقه هي مكافحه السرطان وانتشار عياداتنا المتنقله في المخيمات ومناطق ضغط سكان، وجدنا حاجه ملحه جدا لامراض العيون. فتدارسنا الامر في اداره الجمعيه، وكان الهدف من وضع عرب عيادات متنقله ايضا تنتقل للمخيمات وتنتقل للمناطق المكتظه في السكان والمناطق البعيده عن المدن او النقاط الرئيسيه للصحه العامه. وجدنا حالات كثيره جدا بصراحه تعاني من مشاكل في العين والنظر والرؤيه، فاضفنا الى كادر العمل وطبيبه اخصائيه في العيون، فوجدنا عدد كم هائل كبير من المرضى المراجعين يوميا يتجاوز تقريبا 70 مريض يوميا خلال دوام هذه الطبيبه طبعا. فكانت الفكره انه نحن ننتقل لمرحله افضل وهي واقوى ايضا، هي مكافحه برنامج مكافحه العمى والحفاظ على النظر او معالجه البصر. هذا البرنامج طبعا تم تدارسه مع اخوه لنا في الكويت الله يجزاهم خير. طبعا هذا الدعم كويتي من اهلنا في الكويت واشقائنا في الكويت، جزاهم الله كل خير. هناك عيادتين، العيادة الأولى من جمعية بصائر الخيرية والعيادة الثانية هي من جمعية بلد خير، لهم منا كل الشكر والاحترام. فكان فهذا البرنامج هو إن شاء الله سيكون مدروس بدقة عالية، أضيف لهذه العيادات أجهزة نوعا ما جيدة جدا للفحص الشامل للعين، كما تم إضافة بعض مستلزمات الكشوفات العينية واجهزه العمليات كالمياه البيضاء وبعض العمليات النوعيه التي ستجريها ان شاء الله، سيجريها فريقنا الطبي بالتعاون مع بعض المشافي والجمعيات الاخرى ان شاء الله. طيب استاذ عبد الرحمن، من خلال بدايه هذه الخدمه، ابرز يمكن المشاكل اللي واجهتوها؟ يعني اليوم في اجهزه، اليوم هي عياده متنقله، الا ما يكون في نواقص ربما او حتى بعض المشكلات اللي واجهتكم فيها، كيف تقييمك اليوم لهي الخدمه؟ هلا بصراحه نحن بدايه تاسيس المشروع عملنا جاهدين بان نقوم بتامين هذه الاجهزه من دول اوروبيه ودول عربيه، وحتى راسلنا كثير من الشركات لتامين هذه الاجهزه. طبعا الاجهزه هي مستعمله نوعا ما ولكن بعمر جديد ليس بعيد، تمام؟ واجهزه نوعيه اساسا يعني مثل جهاز الفاكو، جهاز الارجون ليزر وجهاز الياج. طبعا الاطباء الاخصائيين بيعرفوا معنى هذا الكلام. هذه الاجهزه اساسا هي نوعيه جدا ومميزه في الشمال السوري، لان تقوم باجراء هذه العمليات وبشكل مجاني كامل ان شاء الله. يعني نعم تفضل. يعني يعطيك العافية، أكيد يعني جميل أنه عن جد نشوف اليوم في عيادة متنقلة بالأماكن اللي بتكون بعيدة عن المدن الكبيرة اللي فيها مشافي، لأنه ذكرت يعني 70 حالة تم كشفها يوميا، يعني إحنا عن جد بحاجة لهي الخدمات، وأنتم أيضا من تقومون بحجز الأدوار للعمليات بالمشافي وكلها بشكل مجاني. طبعا نحن الآن سنعمل خط مباشر مع إحدى المشافي، سيكون أجهزتنا موجودة في المشافي أيضا، والكادر الطبي اللي عندنا هو الذي سيقوم بالاجراء في اجراء هذه العمليات. سنضع برنامج معين من خلال جدوله وزمن العمليات التي ممكن ان ننقذها اولا باول ان شاء الله، ستكون مجانيه بحول الله عز وجل ببعض المستهلكات الطبيه داخل الممكن التي ممكن نستطيع ان نؤمنها ان شاء الله، وطبعا بمساعي اهل الخير ومساعي اهل العطاء. طبعا نحن جاهزين لان نقوم بكامل هذه الخدمه ان شاء الله مجانا ان شاء الله. هذه الخدمة هي مميزة جدا بصراحة لأن في شمال سوريا، جدا جدا مميزة، لأن هذا البرنامج الأول الذي يطلق في سوريا من خلال النوع والهدف والإجراء. يعني هذا العمل
هو فعلا ان شاء الله اذا ربنا اتمه علينا بالتيسير والتوفيق سيكون عطاؤه مميز، احياء لبصر الناس طبعا، احياء نعمه النظر اكيد، الله لا يحرم حدا منها. ينعكس نعمه البصر والنظر تنعكس على الحياه الاجتماعيه ايضا، تنعكس على الحياه المستدامه الماليه ايضا. من يفقد بصره لا يستطيع ان يعمل فيصبح عالي على المجتمع، من يفقد بصره يصبح من الناس الذين لا يستطيعون حتى ان يندمجوا في المجتمعات. ربما اغلى المجتمعات تتقبل من فقد بصره نهائيا او فقد جزء من بصره، فيصبح نوعا ما لا يستطيع الا حالات فرص عمل بسيطه اكيد وكانت مميزه. الحياه الاجتماعيه حتى في الحياه الاجتماعيه لا يمكن ان المراه التي فقدت او ستفقد لا قدر الله بصرها يكون فرص زواجها يكون قليل أكيد. والرجل كذلك الامر، فتنعكس على الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه. وفي كثير حالات يعني تم الكشف مبكرا عن بعض المشاكل العينيه شفناها روان، فبالاخير شافت وما كان عندها مشكله، لكن لما تتاخر اكيد ممكن يوصل فيكي الموضوع لفقدان البصر لا سمح الله. استاذ عبد الرحمن، كل الحالات قادرين اليوم على علاجها وبيشملها هذا المشروع ام في حالات معينه يتم رفضها من قبل العياده؟ هلا حاليا احنا الفحص يكون شامل لجميع الحالات من الاطفال والصغار نساء رجال بكل ومختلف الاعمار. الفحص الاولي، النقطه الثانيه التي يحتاج علاج بسيط ممكن تامينه كامل ان شاء الله. من يحتاج نظارات وهو في حاله صعبه او اقتصاديا اموره الماديه صعبه ايضا نؤمن له ان شاء الله مجانا هذه النظارات. ننتقل لمرحله العمليات، عمليات المياه البيضاء والعمليات الاخرى. ان شاء الله سنغطي جزء كبير جدا جدا منها مجانا. اما عمليات القرنيه والعمليات النوعيه هذه بصراحه تحتاج منظمه، تحتاج تقصد الى يعني تمويل حتى تقدر يعني تغطون كل الحالات اللي بتتطلب هذا الموضوع. ومثل ما ذكر عن جد ضيفنا انه هن حسب وجودهم بالمخيمات شافوا انه في حالات كبيره بموضوع العين، فقرروا انه يفتحوا هاي العياده المتنقله. ما انتم يعني الاكثر قربا من الناس، يعني اثناء تواجدكم مع الناس غير موضوع العين، شنو هي المشاكل اللي قام تتردد يعني بشكل دوري تحتاج الى عنايه، تحتاج ايضا الى كشف مبكر، الى علاج، وهي بعيده عن المشافي الكبيره؟ نعم، نحن الذي اكتشفناه من خلال برنامجنا مكافحه السرطان واطلاق عيادتين مختصه في هذا الامر، وجدنا كثير من الامراض لا يعنى بها اي احد، يعني ليس مهتم بها اي احد من المنظمات او المشافي. امراض الكبد، امراض الكلى، امراض السرطان، رغم الاهتمام القليل جدا جدا من منظمات لا تكاد لا يعني لا يعني هي تعد وتحصى اساسا بعدد قليل جدا يعني بدعمها القليل. ف وامراض الدم عند الاطفال وعند النساء، فقر الدم عند النساء، امراض الرحم عند النساء، امراض الثدي عند النساء. بصراحه هذه الامراض البروستات والمثاني عند الرجال، بصراحه وجدنا كثير من الامراض لا يهتم فيها احد ولا يستطيع اساسا ان يصل المريض الى المشافي البعيده. تفكرون بان تنشئون مكتب يعني ايضا سيره متنقله تخص هذا الموضوع، بما انه الحالات ايضا عديده ويعني كثيره؟ نحن الان اضفنا خدمه المختبر التحاليل الطبيه للعيادات المتنقله لكشف مبكر السرطان، شكرا لكل موضوع طبعا للامان العام للاوقاف في اهلنا في الكويت، ايضا دعمونا بعياده متنقله باجهزه ايضا متطوره نوعا في جهاز تحليل دم مميز جدا يكشف العديد من المضاعفات ومشاكل امراض الدم والصحه بشكل عام، اضافه لموضوع اجهزه الماموغرافي المتوفره عندنا، اجهزه الايكو التراساوند موجوده ايضا عندنا، اضافه الى أطباء مدربين على موضوع آلية الكشف وآلية العمل مع الأمراض المزمنة أو الأمراض المستعصية غير يعني غير مهتم فيها أحد من الجانب الصحي، وخاصة في المناطق والمخيمات البعيدة. بصراحة نعاني جدا يعني نعاني معاناة كبيرة جدا من موضوع المخيمات التي تبعد عن مراكز المدن والتي لا يوجد فيها أي مركز صحي أو أي مشفى قريب منها، فهذه حتى لا يملكون اجار طرقات، حتى ارتفاع سعر التنقل في الشمال السوري بصراحه جدا جدا كبير، لا يقع عليه اي احد ولا يستطيع تامينه اي احد. فلذلك نحن الان نذهب الى الاهل، نذهب الى اهلنا، نذهب الى اسرنا في المخيمات، نذهب الى اسرنا في مناطق النزوح ومناطق اكتظاظ السكان، حتى نؤمن عليهم
حتى نوفر عليهم مصاريف التنقلات، مصاريف عناء البحث عن طبيب معين من خلال آلية الكشف. المريض الطبيب اللي عندنا او الكادر الطبي هو يوجه المريض ان يقتصر عليه الطريق ومشوار طويل جدا من خلال الدلاله السريعه لاي امر. وحتى ان كان هناك نستطيع ان شاء الله احنا طبعا ننقل احنا عندنا سياره تنقل المرضى ايضا من سوريا الى تركيا من خلال الموافقات الروتينيه التي نعمل بها مع مدير الصحه غازي عنتاب. ايضا ننقل المرضى من سوريا الى تركيا لاجل عمليات نوعيه. فهذه بعد الاكتشاف وبعد هذا مرحله الاكتشاف. ففكره مكافحه اي مرض هي تبدا في الوقايه وكشف المرض في بدايته. لا ننتظر حتى المريض يصبح في مرض متقدم حتى نبدا ونعاني معه ومع اسرته معاناه العلاج ومعاناه البحث عن العلاج. ربما يذهب الى مناطق ادلب، يمكن يكون في جرابلس يذهب الى ادلب، وهذه المسافه تاخذ منه تقريبا شبه نصف يوم او اكثر تقريبا نتيجه الطرقات والمواصلات وهذه. او ربما يذهب يريد الذهاب الى تركيا، وهذه اجراءات طويله جدا تبدا من شهرين الى 3 شهور في مناطقنا حتى يستطيع المريض الدخول الى تركيا من اجل العلاج. فلذلك فوجدنا ان فكره ايجاد المرض في بدايته هو افضل حل لتوفير الصحه ولتوفير المال وانقاذ المرضى ووضع الاهل يكون مرتاح بشكل لا يعاني احد. نحن من خلال الامراض المستعصيه اللي وصلتنا من امراض سرطان والكبد والرئه والامراض المستعصيه وجدنا تفكك اسري ايضا بعدما ان يكتشف المريض مرضه يذهب الى بلد اخر او الى تركيا تصبح عائلته في مكان وهو في مكان ويصبح حالات ايضا فراق وطلاق. يعني هذه نحن نجدها من عام 2013 الان نعمل في هذا المجال ونستقبل جميع المرضى من شمال سوريا الى تركيا. لذلك يعني البرامج الوقائيه بصراحه هي افضل حل لان نخفف وان نحصر عدد الحالات المتقدمه من الامراض سواء في السرطان او في العين او في امراض الكبد او في امراض الرئه وفي امراض الرحم وفي امراض البروستات عند الرجال، وهذه كلها مهمه جدا في حياه الفرد والاسره. مشكوره جهودكم سيد عبد الرحمن. يعني يمكن من خلال حديثنا وحوارنا اليوم صرنا نعرف يمكن اغلب الاعمال التي تقوم بها جمعيه الامل. ختاما تعريف عن هذه الجمعيه، وهل في يمكن مهام اخرى او مشاريع اخرى تقوم بها الجمعيه او مخطط لها في الايام المقبله؟ نعم، نحن جمعية الأمل هي عندنا 4 فروع في تركيا. عندنا مراكز رعاية أولية أو ثانوية للمرضى اللي قادمين من شمال سوريا. عندنا في مركز في أنقرة، يعني ما شاء الله يعني يتسع عدد كبير جدا من المرضى. أيضا عندنا مركزين في أضنة، وعندنا أيضا إن شاء الله مركزين في غازي عنتاب. أيضا كان عندنا ما قبل الزلزال مركز كبير جدا في أنطاكيا، ولكن بعد الزلزال تحول علاج المرضى إلى مدن أخرى، لذلك أوقفنا العمل في أنطاكيا. تأمين أدوية بحيث الثمن لإخوتنا المرضى القاطنين عندنا في المراكز، كون العلاج أصبح غير مدعوم من قبل الجانب أو تغطية الصحة التركية، فأصبح كل علاج يوصف خارج المشفى فهو أصبح مأجور للمريض القادم من شمال سوريا. أيضا نقوم بتأمين كميات كبيرة ما شاء الله، يعني الفضل لفريق الأمل من بعد الله عز وجل وأهل الخير بتأمين هذه الأدوية المهمة أيضا، وايضا دفع بعض العمليات الماجوره في المشافي التركي كون انه لا تغطى في التامين، كون لا يحمل نعم لا يحمل المريض القادم من سوريا هو رقم فيه كبلك. تامين صحي او نعم كبلك او فيه هو نعتبر انه غير مشمول في التامين الصحي. في مراكزنا في سوريا ايضا عندنا مركز رعايه في لصحه الاسره بشكل عام، اضافه لعيادات متنقله اصبح الان عندنا 4 عيادات متنقله، وهي طبعا الاولى والفريد من نوعها في كل شمال سوريا، طبعا لا يوجد مثلها اي عياده اخرى في كل الشمال السوري من خلال النوعيه والخدمه والاداء والتصميم. يعني استطعنا الحمد لله رب العالمين ان نعمل شيء مميز. ليس الهدف فقط ان نؤسس وننطلق، ولكن الهدف ان نضع غرسه وان نضع ثمره يعني في اهلنا، ان ننقذ الاف الناس، ان ننقذ الاف الاطفال من خلال ادوات الكشف المبكر. نعم الله يبارك فيك، وهذا واجبنا
تقدر أقل شيء جهودكم، كل أقل شيء أقل شيء منظمة نعم أو صحيح جمعية أو شخص أو مبادرة فردية أو جماعية يعني بتساهم ولو بجزء بسيط إنه تسعد طفل أو نعم حتى تفك كربة شخص موجود بالشمال أو تعدلوا حتى الحياة طبعا يعني موضوع الصحة جدا مهم وموضوع أكيد أبدا كمالي. فبنشكرك على المعلومات اللي قدمتها عبد الرحمن زينو رئيس مجلس إدارة جمعية متبارك الأمل لمكافحة السرطان، كنت معنا من غازي عنتاب تركيا، ونهارك سعيد. شكرا لكم.